تسلم ايديك. الله يخليك. انا عارفه ان انا تعبتك معايا ونقلنا العفش وضعوا ساعتين ثلاثه كده. هو حضرتك لسه عند كلمتك وهتسلمني الشقه النهارده؟ مدام بازوكا قال لك النهارده يبقى النهارده. مش عارفه ليه حاسه انه حاجه مستحيله، بس مش عارفه اقول لك ايه. الحقيقه حضرتك فينومينا. فين؟ لا لا لا، مش في حته يعني. حضرتك مش عارفه اقول لك ازاي يعني. حضرتك خارج الصندوق، اوت اوف ذا بوكس يعني. بص يا اسطى بازوكا، انت ما حصلتش. وانت كمان ما حصلتش خالص. ربنا يكفيك شر المرض. ربنا يبارك لك يا رب. ايه ده؟ لا لا، ده ما بيتاكلش يا بابا. في اكل اهو، الاكل جه. معلش، فاتح شقايه بس بيفتح شقيته كده. اه لا، اذا كان كده بألف هنا وشفا. عندي شويه نشاره خشب جوه اجيبهم. لا خليهم على الغدا. اه لا حاضر، من عينيا. بألف هنا وشفا، سيبكم براحتكم. اتفضل. شايف الحريم يا ده تربو؟ مش التوك توك اللي انا قاريها في البيت. واحنا مش هنركب تكاتك يا اسطى؟ افطر بقى. ماشي. قال لك فطار ايه؟ كنت ايه؟ كنت مامته. مامته؟ خد كل جبنه روما، ايه ما كلتهاش امك؟ يعني امك اللي كلتها. خيار وطماطم جبنه ناقص ياكلوني. ايوه حاضر، جايه. اهلا يا اسطى بازوكا، تعالى اتفضل. يا فتاح يا عليم يا رزاق كريم. بقول لك ايه يا اسطى بازوكا، انا زعلانه منك جدا. امبارح انت قلت لي ان انت هتخلص الشقه وهتسلمها لي بالليل وما حصلش. معلش يا مدام، لا الشقه فيها شويه شغل. ولا عايزينها تلصق؟ هتلصق؟ لا 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 لا، ارجوك الا التلصقه، ما تلصقش. خلاص يبقى تسيبيني براحتي بقى. طيب ماشي، خد راحتك بس ما تاخدهاش قوي يعني. يعني خد راحتك بس قول لي اديني ميعاد هتسلمني فيه الشقه. النهارده بالليل ان شاء الله. النهارده بالليل؟ اكيد. عيب يا مدام، بازوكا كلمته واحده. اه ما انا فاكره امبارح برضو كان كلمتك واحده. ما بلاش نتكلم في الماضي يا مدام. صح صح، الماضي كله جراح. بس بعدين انا مش بكلمك في حاجه يعني، من سنه ده لسه امبارح، ما لحقش يبقى في بينا ماضي. ما تقلقيش، هنفطر ونشتغل على طول. اه ما انا عامله حسابي، محضره لكم الفطار وكله تمام، كله بالف هنا وشفا. ايه عايز حمام؟ كنت منتم. اه الفطار كنت منتم. تقلقش. طيب استاذنك بقى يا اسطى بازوكا، ويا ريت ارجع من الشغل الاقيكم خلصتوا. اتفضلي انت يا مدام. سلام عليكم. ربنا يخبز لك العيش. صدق يا ده تربو، المطبخ ده فيه اكل عمري ما شفته قبل كده. انا اول مره ادخل مطبخ اصلا. يا انجي فين؟ يا انجي، انجي مش قلت لك تستناني الوليه دي؟ كل مره هروح بعربيتين. ايه ده؟ انتوا بتاكلوا؟ اه ما تيجي تاكل معانا يا اساس، اعمل لك سندوتش. كل ده اكل؟ استنى بقى في اللغة. بص يا اسطى، الشرط نور. انا نفسي لو اتسدد والله العظيم ما واقف ولا هشتغل. عاجبك كده يا استاذ؟ اهو بطنه غضبت اهو، فيها ست ساعات دي عقبال ما نشتغل تاني. لا 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 لا، وعلى ايه؟ انا اسف، حقك عليا يا استاذ تربو. كل براحتك، كل زي ما انت عايز. كل يا كل، بس اهم حاجه تخلصوا لنا الشغل النهارده. النهارده تقلقش يا بشويه، بازوكا قال كلمته خلاص. لا وانا واثق ان مالكش كلمه، قصدي واثق ان كلمتك واحده. ربنا يستر. كل على كده. الشقه دي هتخلص قد ايه يا اسطى؟ النهارده باذن الله. صادق يا اسطى صادق. كاميليا، انت متاكده ان الراجل ده ملتزم في مواعيده؟ لحسن انا استويت يا بنت، اطمني خالص. ده انا مجرباه بنفسي قبل كده كذا مره. بازوكا ده كلمته واحده. لعلمك بقى، الصنايع اللي كلمته واحده ما بيبقاش صنايع شاطر. عندك حق، عندك هو ايه اللي عندك حق؟ هو انت لسه قايله كلام عكسي؟ ده انت دايسه في اي حاجه يا كاميليا. عرف ده مين اللي بيتصل على الصبح راقصه؟ خلاص بقيت متوتره مش قادره.
ده بازوكا، ربنا يستر ربنا يستر. ايوه يا اسطى بازوكا. اه صباح الفل، ايه الاخبار؟ اه عايز طلبات؟ حاضر من عينيا. سلمي عليه. بازوكا، الاستاذه كاميليا بتسلم عليك. كاميليا مين؟ كاميليا ما تعرفهاش؟ لا بعدين بقى بقول لك. طيب بقول لي طلباتك. باستيلة زيت، ايوه، 2 رولة كبيرة جديدة، حاضر، 10 فرش جميع المقاسات. حاضر من انا. ليه؟ لا طب حاضر حاضر. وايه تاني؟ هو انت مش كنت قلت لي ان انت جايب كل الحاجات دي معاك الصبح؟ محتاجها في الفينش. ما شاء الله، ده حالا حالا هتبقى عندك من عليا الاثنين. لا هتصرف هتصرف وابعتهم لك. حاضر حاضر، مع الف سلامة. مع السلامة. محتاجهم في الفينش يا رب يا مسهل. لعلمك بقى يا انجي، الصنايعي ده محترم وشكله كده مش عايز يكروت، وبعدين طالب الحاجة على القد، مش عايز يكلفك يا انجي. انت مفيش شخصية خالص، كان من شوية معرفش مش عارف. ما علينا، يا ترى مين هبعته المشوار ده؟ مين الحلو الأمور؟ تفتكري مين يا كوكي؟ يا ترى مين يا ترى مين يا ترى مين يا ترى؟ استأذن أنا عشان في موضوع بكمله، هينزل صفحة أولى بكرة. بقولك إيه؟ إيه؟ لو مشيت وسبتني أنت هتنزل بكرة بس في صفحة الحوادث. والنبي عشان خاطري ربنا يخليك، أنت ما عندكش إخوات بنات؟ معلش معلش، وده آخر مشوار هبعتك فيه. عشان خاطري والنبي. يعني يرضيك يا انجي اسيب شغلي؟ يرضيني يرضيني. يعني انت ما بتشتغلش اصلا، ما بتشتغلش. خد بقى خد الفلوس وادي الطلبات ويلا اتكل على الله. طب اقول لك ايه؟ اذا الاستاذ جميل سال عليا يبقى غطيني بقى. انا مش دعوه. عيب. كانك موجود بالظبط. قصدي كانك مرفوض بالظبط. الاثنين واحد. ماشي. لا استنى استنى. ايه؟ ميرسي قوي على الهدايا. عارفه انها هديه البيت الجديد. ميرسي قوي يا سامح. شكرا. ادي اخره الصحافه. طب تغلط في صاحبه الجلاله؟ ايها الاقرع. سمورتي. حبيبتي معلش. سمورتي حبيبي. بعدي المطبات وجايلك. طب حاول، تعالى تعالى يا حبيبي. انا الحقيقه عايزه اوصل لك بس مش عارفه اوصل ازاي. هنوصل يا حبيبتي، ربنا كبير. تعالى يا حبيبي تعالى. تعالى. حضرت لك الفطار. ميرسي يا حبيبتي، انا كان نفسي اسكن في العشوائيات، اخيرا سكنت في العشوائيات. لا انت عارف انا حاسه ايه؟ ان انا وانت بنتقابل بين الاطلال. يا ريت، احنا انا وانت بنتقابل في الخرابه دلوقتي.